السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لكل مصري قضية تشغل تفكيره واهتمامه، يفكر فيها ويبحث عن حل لها. تختلف القضايا وتتنوع الحلول، ويبقى لكل منا قضيته التي ينشغل بها ويرى أنها الأجدر بالاهتمام. أهلا بكم في قضية اليوم. قررت محكمة جنايات الجيزة أمس إحالة أوراق 188 متهما في القضية المعروفة إعلاميا باسم مجزرة كرداسة إلى مفتي الديار المصرية لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار أحكام بإعدامهم. ويواجه المتهمون اتهامات باقتحام قسم شرطة كرداسة في محافظة الجيزة وقتل مأمور القسم ونائبه و12 من ضباط وأفراد الشرطة من قوة القسم. وحددت المحكمة جلسة 24 من يناير المقبل للنطق بالحكم، ومن بين المحكوم عليهم 143 شخصا محبوسين احتياطيا على ذمة القضية، بينهم امرأة ومعاقون بحسب هيئة الدفاع. حول هذه القضية نتلقى آرائكم ومشاركاتكم عبر الأرقام الموضحة أمامكم على الشاشة. حكم القاضي بالإعدام ليس على قتلة المتظاهرين في ميدان التحرير أو ميدان رابعة العدوية، وإنما بحق 185 من رافضي الانقلاب العسكري بتهمة اقتحام قسم كرداسة. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، حسبي الله ونعم الوكيل، كلهم أخواتي، كلهم أخواتي، نجيهم ربنا. أنت قادر تغيرها في لحظة يا رب، أنت قادر تغيرها في لحظة يا رب، يا رب بحق كل قلبهم متحرق النهاردة، يحرق قلوبهم على ضنهم يا رب. كانت النيابة قد وجهت للمتهمين تهمة الاشتراك في استهداف مركز شرطة كرداسة يوم 14 من أغسطس عام 2013، والذي راح ضحيته 11 ضابطا من قوة القسم، كما اتهمتهم بحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة. والله مظلومة، والله العظيم مظلومة، والله أنا حاجب شوية عينك وشوية حاجب من سوق كرداسة، ولقيت الدنيا هبصة والله، قلت زي والله. وهذا هو أول حكم حضوري بالإعدام على امرأة منذ الانقلاب، والمرأة هي سمية شنن المعتقلة من منزلها بقرية ناهية التابعة لمركز كرداسة. ومن المحالين إلى المفتي في القضية عبد السلام بشندي عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الحرية والعدالة. ويأتي الحكم بعد أيام من تبرئة محكمة جنايات القاهرة لمبارك ووزير داخليته وأعوانهم في قضية قتل متظاهري ثورة 25 من يناير. ويطرح البعض سؤالا للمقارنة، لماذا سهل على النيابة تحديد الفاعل في أحداث كرداسة حين عمت الفوضى وانشغلت الشرطة بفض المظاهرات بالقوة، وصعب عليها تحديد هوية الفاعل في قضية قتل المتظاهرين، وقد اعترفت محكمة مبارك بمقتل ما يقرب من 240 متظاهرا في 11 محافظة. هذا القرار يعني ظالم وجائر، ما تحمله من كلمة من معنى لاختلاف وتباين مواقف المتهمين، منهم المعاق ومنهم الذي ثبت عدم تواجده على مسرح الأحداث، ومنهم من شهد لصالح أحد شهود الإثبات. ليس هذا هو الحكم الأول بإعدام المئات من رافضي الانقلاب العسكري، وربما لن يكون الأخير، لكن الأكيد أن أسئلة كثيرة باتت تتردد في الداخل والخارج عن علاقة السلطة التنفيذية بأحكام القضاء. عندنا 188 محال إلى المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي، منهم 2 ماتوا في السجن في أثناء المحاكمة، ومنهم طفل. النهاردة يبقى 185. النهاردة عندنا برضو عشان الناس تبقى عارفة في القضية بتاعت النهاردة، عندنا العميد محمد جبر مأمور المركز قتل في الموضوع ده، والعقيد عامر عبد المقصود نائب المأمور، والنقيب هشام شتا، والملازم أول محمد فاروق، وأربعة من الأمناء الشرطة وست مجندين. دول حصيلة الضحايا في ذلك اليوم. لكن القضية، هل دول قتلوا دول؟ هذه هي قضية اليوم، ونحاول أن نبحث في أسباب القضية. وهل 188 قتلوا 12 ولا الأسماء في المحالين برضو في نفس الوقت؟ نشوف معانا احمد من السعوديه. ام احمد من السعوديه، ام احمد اتفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي لحضرتك أستاذ مصطفى، وأنا اتصلت على حضرتك امبارح بس حضرتك الخط فصل ما قدرتش أكمل الرسالة اللي كنت عايزة أوصلها يعني. اتفضلي يا فندم. معذرة، أنا قبل بس ما هعلق على الحكم بتاع النهاردة أنا حابة أحيي أسماء ويعني أحييها وأهنيها بسلامتها، وربنا سبحانه وتعالى يثبتها وربنا سبحانه وتعالى يعوضها إن شاء الله خيرا، وهي ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يعني هي فعلا قالت كلمة قالها أحد الصحابة فيما سبق يعني، وهي قالت إيه سبقتني إلى الجنة يعني، فنطمع أن ربنا سبحانه وتعالى فعلا يبارك لها في حياتها ويبارك لها في رجلها الأخرى، ويعني سبحان الله والله تعلمنا كثيرا جدا لأجلها يعني ولأجل كل مصاب في مصر يعني. نعم. حاجة تانية حابة أقول لحضرتك، حاجة في الظاهرة غريبة جدا جدا بقت موجودة في المجتمع المصري دلوقتي. حضرتك الظاهرة دي احنا في آية في القرآن كنا بنقرأها، بس بصراحة لم أكن أتخيل معنى هذه الآية إلا بعد الانقلاب العسكري. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا. كلمة جعل أهلها شيعا حضرتك دي أصبحت بتطبق عندنا في مصر الآن. يعني سبحان الله العظيم، حضرتك بترى ناس بتشمت في الدماء، ناس بتشمت في الناس اللي بتصاب، ناس بتشمت في القتلة، يعني شيء يعني والله يعني فرق يعني يعني اتقسموا جماعات وفرق. شيء غريب جدا فعلا. إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم. يعني ده اللي بيحدث حضرتك الوقت اللي بيشتكي من الانقلاب العسكري، اللي هم فعلا مسهم الظلم يعني، ناس فعلا طيب. وناس اللي عندها أقل. عاوزين نرجع لقضيتنا، لقضية اليوم يا أم أحمد، عاوزين نرجع لقضية اليوم. قضية الأحكام المستمرة، الأحكام اللي هي هزلية يعني اللي أضحكت علينا العالم كله، ويعني حي الله والله الشيخ حازم طلحة أبو إسماعيل، فأنا أصبحنا أضحكة العالم. مبارك اللي أسد في البلاد 30 سنة براءة، والشباب الطاهر التقي النقي وباسم عوضة حضرتك يعني حبيب العدل. هي مين مين اللي قتل 12 دول يعني؟ عندنا 12 حبيب العدل حضرتك براءة اللي وزير داخلية مبارك، ومبارك باسم عوضة وزير تموين مصر الشاب اللي الناس كلها شافها إعدام يعني. حضرتك عايز ايه اقصى من كده؟ اقصى صوره اوضح من كده؟ في صوره اوضح من كده؟ صوره باسم عوده وصوره حبيب العدلي يعني. طيب. يعني انا عايز اقول للناس اللي بتؤيد الظلم، ان الله حرم الظلم على نفسه لا تظالمه. ليس يعني ليس انك بتكره فصيل معين انك ترتضي ان هو يظلم. رساله وصلت يا ام احمد كده، رساله وصلت. أيوه. انا بشكرك عشان في اتصالات ثانيه فصلت كتير معايا. ابو ملك من طنطا، ابو ملك موجود؟ فصل. احمد من الشرقيه، استاذ احمد اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اتفضل يا فندم. انت منور الشاشه يا استاذنا. والله ده نورك يا فندم ونور كل المصريين. الله يبارك فيك يا فندم. دلوقتي الناس لو ما نزلتش الشارع اقسم بالله لا يندموا. طيب. الرشاوي دلوقتي يعني الرشاوي زادت قوي وبقت علني. طيب احنا عندنا قضيه اليوم بنتكلم في 188 مصري تم احاله اوراقهم للمفتي لاستطلاع رأيه الشرعي في قضية مجزرة كرداسة اللي مات فيها 12 ضابط وأمين شرطة ومجند. والألوفات يا فندم اللي ماتت في التحرير دول مين يجيب حقهم؟ اللي قتلهم خد براءة. مين يجيب حق دول؟ اشمعنى دول اللي اتحكم عليهم بالإعدام؟ 188 شاب من خيرة شباب مصر. هم فيهم شيوخ كتير. أنا عايز هم فيهم ناس فيهم ناس 65 سنه وناس 66 سنه يعني ناس عواجيز، فيهم ناس عواجيز كتير. ماشي يا فندم، ما هم كلهم شباب برضه. طيب. وال 65 سنه دي مش لسه قدامهم عمر طويل برضه؟ ربنا يديهم الصح. ده مين يتكلم عنه يا فندم بقى؟ انا عايز اعرف مبارك خد براءه ازاي. اما قتل الوفات في التحرير خد براءه ازاي؟ والقضاء بتاع الفاسد اداله براءه ازاي؟ وحبيب العدل ده اللي كان عادمنا ولسه عادمنا والله لسه جاي من المرور دلوقتي، والرشاوي بقت عيني عينك، ده من فساد مصر. وبعدين يا فندم انا عايز اوجه رساله للشباب اللي بينتحر ده. طيب انا بشكرك. انا بس عندي معايا مين يا اخوانا؟ انس احد المحكومين عليهم بالاعدام. ده كويس خالص انه حد يتصل بينا. انس السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انس ازي حضرتك؟ يا اهلا وسهلا بيك انس. انا بحاول اراجع قائمه الاسماء اللي قدامي. الاسم يا فندم، الاسم كامل انس ايه؟ عبد المجيد عمران. انس عبد المجيد عمران. ده انس عبد المجيد عمران انت رقم 19 في القضيه. رقم 19 في القضيه. بقى انت حضرتك برضو موجود في تشابه اسماء. عبد المجيد عمران والدك موجود في القضيه برضو؟ ده والدي في القضيه، وانا ابن عمي احمد وخالد ما زال موجودين برضو في القضيه. وخالد حاليا في المعتقل يعني. طيب انتوا كنتوا اولا زي ما بيقولوا في المحكمه
انتوا قتلتوا الناس دي ولا ما قتلتهاش يا انس؟ طيب انا هقول لحضرتك دلوقتي في دليل اتهام ضدي انا ووالدي. ابسط مثال، انا عندي دليل براءتي انا ووالدي، موجود فيديو ليا انا مصاب في مستشفى رابعه، انا كنت موجود في مستشفى رابعه بسعه المصابين، ليا فيديو دليل اصابه يوجد ان انا موجود في اليوم ده في رابعه. استنى بقى، يعني انت أنا استنى يا انس، انا انس انت كنت صندق. انت كنت في رابعه، انت والدك كنت موجود، وفي دليل اثبات على كده، عدم وجودي في الاحد في 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 قدام المركز. يعني انت في الوقت ده كنت موجود في رابعه؟ كنت موجود في رابعه ومصاب. مصاب ايه بقى؟ مصاب الاصابه كانت ايه؟ مصاب بطلق ناري في 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 الحوض، ما بين عضله الحوض والفرد. ما يمكن انت خدت سياره بقى واصابت ورحت البلد، ولا عملت رحت البلد يا انس، ولا ايه الوضع؟ ممكن اكون خدت طياره هليكوبتر مثلا ولا حاجه. لا انا بتكلم جد، يعني يمكن انت بعد احداث، انتوا طلعتوا من رابعه الساعه كام؟ طلعتوا من رابعه الساعه كام؟ انا طلعت وصلت البلد الساعه 11 بالليل. 11 بالليل ده يعني تعتبر الاحداث كانت انتهت 11 بالليل. طيب كانت انتهت، احنا ما عرفناش الاحداث دي غير لما روحنا وعرفنا ان في حاجه حصلت في ناهيه. طيب اذا كنت انت حضرتك ووالدك عبد المجيد وعمران اللي موجودين، انت 19 والدك، يعني انا مش ظاهر في الاخر خالص، رقم 3 في القضيه، رقم 3 والدك في القضيه. طيب رقم 3 عبد المجيد محمود عمران ده طبيب، والدك طبيب. ايوه والدك طبيب، صيدلي. طيب. صيدلي يعني دكتور، يعني انت حضرتك يا استاذ حضرتك دلوقتي السؤال اللي بيفرض نفسه، مين اللي قتل الناس دي ال 12؟ عشان برضه واحد ناس يقول لك تم قتل ضباط الشرطه والتمثيل بجثثهم، يعني مين اللي قتل؟ السؤال ده يتسال فيه اللي كانوا ماسكين الحكم وقتها، اللي كانوا ماسكين الحكم. ده احنا لما رجعنا واتكلمنا الناس، شفنا كلام الناس كلها بيقولوا ان اهالي كرداسه بنفسهم كانوا بياخدوا الجنود يلبسوهم لبس مدني ويخرجوهم ويهربوهم، يبقى ازاي هربوهم ودافعوا عنهم وازاي بيتهموهم بان هم قتلوهم؟ يا فندم ده حكم جائر ظالم جاي عشان ينتقم من كل الناس اللي شاركت في ثوره 25 يناير، ده ليس حكم عادل. بس حضرتك طب انتوا ليه ما دفعتش بالدفوع اللي هي ان انت ما كنتش موجود، وده فيديو موجود في مكان، وانت كنت مصاب في طلقه بالحوض، يعني مع احترام الشديد لا تعرف، لا حتى ما تتحركش ربع متر مثلا، زي ما يعني طلقه في الحوض، يعني الا اذا كنت بقى يعني بسبعه ارواح يعني مثلا. احنا القضاء المصري عندنا للاسف افقد نزاهته وافقد شرفه، لان دلوقتي بقى تابع لسلطه، سلطة انقلاب جائرة. ما قدمتش تقرير ليه يا انس؟ لأي محامي، ما تسمعش لأي محامين، ما تاخدش أي إجراءات عادلة. عندنا دلوقتي في القضية بتاعتنا احنا المفروض إن القاضي قال للمحامين أنا مش هحكم غير لما أخلص كل أدلة الدفاع. يصدر المحامين امبارح إن لسه في ما يقرب من 50 اسم لم يقم المحامون بالدفاع عنهم بأنه يحكم يصدر الحكم بتاعه. إذا هل ده قاضي هيستمع لأي حكم أو هيستمع لأي حكم براءة أو دليل براءة؟ ده جاي معاه إذن أو معاه قرار مملي عليه من سلطته، ماشي، بأنه ينفذ القرار ده. قصة ان انا هقول براءتي وهو يقول ده انت بريء، لا خلاص انت براءة، لا ده جاي من فوق. ليه حطوا انت هتقول القرار ده؟ ليه حطوا اسم والدك رقم 3 واسمك رقم 19 في القضية؟ ايه السبب يعني؟ السبب دي زي ما قلت لحضرتك، دي تصفيت حسابات. كل من شارك في ثورة 25 يناير عايزين يقضوا على الثورة، وكل اللي شارك فيها عايزين يقضوا عليهم. طيب انس دلوقتي انتوا هتعملوا ايه؟ يعني النهارده اذا كان انا ببص في الاسماء، بالمناسبه انت خليتني طبعا بصيت وانا بدور، لقيت ان معظم الاسماء اما طبيب او معلم مدرس كلهم. ده يثبت ان دي قضيه فاشله، وفي خطيب مسجد كمان، شرفاء لناس شرفاء وناس كلهم معاهم درجات عاليه من التعليم، والناس على درجه عاليه تشهد لها كل القاضي والداني من اهل البلد، ماشي، ان ناس محترمه، ناس عمرها ما تعمل حاجه زي كده. احنا ناس واحنا دافعنا وكنا بنعمل خدمات كتيره للبلد،
عشان ينهض فعلا بالبلد بتاعتنا. مش معقول هنيجي بعد ده كله يبقى نخرب البلد. طيب سؤال برضو الناس الناس هترد وتقول لك يا انس الناس يعني اكيد الناس اهل البلد عارفين مين اللي قتل الناس دول. لو اهل البلد عارفين مين اللي قتل الناس دي كانوا جابوهم وقدموهم للمحاكمه. للاسف اللي تداول بعد ما جينا وعرفنا ايه اللي حصل من في ناس نزلت وناس ملثمه ودخلت ودخلت عليهم المركز لحد جوه. هل حضرتك لو في حد دخل المركز هيقدر يخرج تاني سليم؟ بيقول ان في ناس ملثمين جت دخلت المركز ماشي وبعد فتره راحوا خارجين تاني. يعني ده الناس الروايات انه في ناس ملثمين جم موتوا الناس دي ومشت. ومشيوا. طيب ده حضرتك ممكن تفسره بايه؟ لا انا ما اقدرش افسر يعني، لكن احنا بنطرح وجهات نظر. التفسير الوحيد المنطقي ان اكيد كان في جوه جايه تساعد الناس دي واسهلهم ان هم يخشوا عليهم، ودي مساله تخصيص حسابات مع بعض. ده كلام برضو وجهه نظر. انس انا بشكرك شكرا جزيلا. ده انس احد انس عبد المجيد محمود عمران احد المحكومين بالاعدام او بحاله اوراقهم للمفتي في قضيه كرداسه، واللي بيقول كلام خطير جدا انه هو والده عبد المجيد عمران كانوا في رابعه وانه كان مصاب بطلقه في الحوض، رصاص حي في الحوض، مما يمنع وجوده في كرداسه في نفس التوقيت. يعني ده محتاج تدقيق يعني برضو، لانه في النهايه خالص من ماتوا ومن قتلوا مصريين ضباط شرطه ايا كانوا، لكنهم مصريين دماءهم. يعني من المهم ان نبحث من قتلهم القاتل الحقيقي، لانه دي نقطه مهمه. معايا ساميه من الشرقيه. استاذه ساميه تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله يا استاذ مصطفى هو الحكم جائر وظالم، ويعني مش هستشهد في الكلام ده بالحديث اللي بيقول سياتي عليكم زمان يصدق فيه الكاذب ويكذب فيه الصادق ويخون فيه الامين ويؤمن فيه الخائن وانت كثير رواجدة. هم دول رواجدة يا استاذ مصطفى اللي بنطقوا بظلم الناس. وبعدين مبارك خد براءة في كتلة 850 في احداث يناير، وفي نفس الوقت مرتي بتحكي على احداث الاتحادية على كتلة 10، لما كتلة زي كتلة. وبعدين انت كنت حاكم في البلد في الوقت ده، مثلا انت حتى لو ما جبتش الثوار انت اللي مسؤول عن حمايتهم. وزعلان من المعارضة في الشارع، اما المعارضة دي المعارضة وتظاهر يا استاذ مصطفى هو حق مدفون لاي بني ادم مصري. طول حكم مصر طول ايام مصر من ايام حكم العسكر من 60 سنه وفي لحوم لعود الحكم لهم معارضه، انت زعلان من المعارضه دلوقتي. يا استاذ مصطفى لحضرتك يمكرون يمكر الله الله خير الماكرين. ودلوقتي ما زعلان من قناه الجزيره وبتكلموا عن انجازات عملوها، طب ما الانجازات بتتحدث عن نفسها، خلينا قناه الجزيره دي بتضل الحقيقه ولا عكس تماما. بس الانجازات كمان هتتحدث عنها، فلو شفت فعلا دايما انجازات كانت ظهرت للناس على ملأ على مرأى من العالم كله، كانت زمانها ظهرت للناس كلها. طيب يعني استاذه ساميه استاذه ساميه اقول لحضرتك اتفضلي اتفضلي انا اقول لحضرتك دلوقتي المصري ليس له كيان في بلده، حتى لو كنت برضه ملوش في بلد عربي ولا حاجه ملوش كيان. اتفضل استاذ انا بس عاوز اسالك دلوقتي قضيه زي القضيه اللي احنا قدامها، 188 مصري رايحين للمفتي عشان يقول يتعدموا، وعندنا في 12 منهم حوالي 5 ضباط وامناء شرطه ومجندين تم قتلهم، وفي النهارده دول زي ما انت سمعتي كده واحد ووالده في المتهمين ما كانوش موجودين. المحامي بيقول في 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 في, في مداخله سابقه انه في 70 من المتهمين لم يتم الدفاع عنهم خالص ولا يعني. فالنهارده حضرتك بتفسري انه الحكم ده ايه؟ هل هو حكم سياسي ام فعلا يستحقوا ذلك؟ قال هم قتلوا ما قتلوش، لكن في النهايه احنا قدام اشكاليه، ناس اتقتلت وناس هتتعدم، وممكن يكون اللي هيتعدموا دول ما قتلوش. يا اظن حضرتك عارف ان يعني هو القضاء كده، القضاء ليه ويجب تطهيره. طب احنا نعمل ايه في القضاء؟ يعني هو القاضي اللي حكم مبارك هو نفس كان ابتسامته عريضه جدا ومبسوط جدا مبارك سيده وولي امره، هو اللي رقاه وهو اللي كان بيديله الشنطه كل شهر، هو اللي بيديله ملايين في الشهر كل شهر، لازم يحكم له. بس القاضي يا ام احمد القاضي حكم بما هو امامه من اوراق. يعني الراجل قال انا عندي قرار من النائب العام عبد المجيد محمود بانه ما فيش قضيه يعني اساسا. يعني ايه يا استاذ مصطفى؟ يعني ما المثل
المسجل محمد ابراهيم بيقول في اي تظاهره يجب التعامل معها بالقوه مهما كان السبب، وجاب لي اثبات ان مبارك اللي قتل، فمش هو مقتل مسؤول عن حمايه الصغار. يعني دي نقطه ثانيه انت تقصديها لحمايه انه مبارك مش مسؤول عن قتلهم لكن مسؤول عن حمايتهم باعتباره رئيس الجمهوريه. شكرا. انا افترض ان القضاء طاهر وحين و100 وبيحكم بما يرضي الله. شكرا جزيلا استاذه ساميه من الشرقيه. معايا عبد الله من الشرقيه برضو. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام استاذ عبد الله اتفضل. انا بشكر قناه الجزيره شكر كبير قوي ان هي كشفت الخونه زيك انت وقطر يا اولاد الوسكه. طيب يا سيدي وانا بشكر قناه الجزيره ان هي خلتنا بنقدم كل الاراء الراي والراي الاخر، لكن حضرتك للاسف الشديد مش متربي، وهذا دليل على انه مصر محتاجه لسه الناس تتربى فيها. بكل اسف بنقول الكلام لسه محتاجين لما نبقى يعني يا اخي اتعلم يا اخي، هات لك فلتر ادب بس كفايه عليك فلتر واحد. بعتذر لكل المشاهدين عن هذا اللفظ الخارج، ولكن اذا جه العيب من اهل العيب ما يبقاش عيب، فده راجل مش محترم. ابو عدي اتفضل. ابو عدي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ مصطفى؟ ازيك يا امير اتفضل. ربنا يخليك. انا عاوز اقول لك حاجه، السيسي لما طلب التفويض دي للارهاب والعنف المحتمل فهو انجبر انه يعمل العنف وانجبر انه يعمل الارهاب عشان يورجي للعالم انه في هناك ارهاب. فكل القتل اللي بيصير ده هناك ده كله مفتعل من المخابرات العسكريه حتى يثبت العالم ان هناك ارهاب في مصر وهو يحارب الارهاب. وجميع الناس التي يحكم عليها بالاعدام 500 و128 و300 وفي المية كل ده مفتعل من السيسي حتى يثبت العالم ويريد دعم العالم كي يحارب الارهاب. وليس الارهاب هناك، ليس في ارهاب في مصر، هناك في معارضه شريفه تحارب هذا النظام. نعم شكرا ابو عدي. معايا مين يا اخوانا؟ احمد من السعوديه اتفضل يا استاذ احمد. اهلا بك يا فندم. اهلا بحضرتك. اتفضل حضرتك. الحكم اللي اتحكم النهارده على كرداسه، على اهالي كرداسه بالاعدام وتحويل الاوراق للمفتي والكلام من ده، حضرتك يا فندم طيب مين اللي قتل الضباط؟ ده حاجه معروفه. ده حاجه مش عارفينها اولا. مين اللي قتل الناس في رابعه؟ مين اللي قتل الناس؟ اللي اتقتلوا في رابعه معروفين. اللي اتقتلوا في رابعه كل منظمات وكل التقارير قالت والشرطه قالت والجيش قالوا ان هم تم قتلهم، وقالوا ان هم يعني معروف مين اللي قتلهم. في ناس في مصر يا فندم دلوقتي، الناس اللي هي مثلا الناس البسيطه مشوشه مش عارف مين الصح ومين الغلط، مين اللي كان مع مين مع مين ومين مع ده، مين اللي قتل الصغار؟ مبارك خد براءه والعدل خد براءه وده خد براءه. طيب الناس ديت مين اللي قتلها؟ هم اللي قتلوا نفسهم؟ وبتوع رابعه مين اللي قتلهم؟ هنقول الشرطه وهم اللي قتلوهم؟ طب ما هو الشرطه قالت ان في كذا، ان عملنا نداءات وعملنا والمسار الامن اللي كانوا طالعين فيه والكلام ده كله. الشعب دلوقتي بقى محير مش عارف مين اللي معاه ومين الغلط ومين الصح، يا ترى مرسي اللي كان صح هو والشرعيه والاخوان ولا السيسي اللي كان صح طب انت شايف ايه؟ انت شايف ايه؟ صراحة أنا بيني وبينك أنا ما بقتش أنا متابع من السعودية، بس ما بقتش عارف الصح فين والغلط فين. الناس ديت ما بقتش، الناس خالص في مصر ما بقاش عارف، اللي ماشي في الشارع مش عارف مين اللي كويس ومين اللي وحش، مين اللي معاه الشرعية ومين السيسي، هل السيسي كويس بالمشاريع اللي بيعملها قناة السويس وي 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 وي، هل الإخوان هم اللي صح؟ هل الدنيا طيب؟ قضية اليوم بتاعتنا عشان بس ما نتوهكش ونتوه الناس، قضية اليوم اللي هي النهارده 188 واحد بيتحكموا في 12 واحد قتلوا، اللي ماتوا مصريين ودمهم حرام ولابد، وخصوصا انه تم التمثيل بجثثهم زي ما بيقولوا وفعلا يعني ده حصل. لكن في نفس الوقت النهارده الناس المحالين للمحاكمه يعني سيرتهم الذاتيه بتقول ان هم مش قتلين قتله، حوالي 10 15 اول واحد في اول القضيه عضو مجلس شعبي، مدرس طبيب امام جامع طبيب. من اللي قتلهم؟ طيب من السؤال ده نحن نطرح هذا السؤال مين اللي قتلهم؟ هل عناصر مندسه فيهم هي اللي قتلتهم مثلا؟ نعم. الناس الفيديو اللي كان موجود على اليوتيوب الموجود بتاع الاسم بتاع كرداسه لما هم قتلوهم، لما قتلوا
هو بيأكد ان اكتر من 50% من الناس اللي جات موقفين من الاخوان. اه بس النهارده في واحد طلع وقال انه في ملثمين جم وقتلوا الناس دي ونزلوا قتلوا الناس دي. يا فندم انا مش هاخد براي واحد، واحد طلع يقول اي كلام، واحد طلع يقول لك في ملثمين، طب ما كان في التحرير كان في ملثمين، ما كان في رابعه كان في ملثمين. تمام مش طيب. مش هاخد براي واحد. طيب يعني انا باخد راي الراجل اللي دخل المحكوم عليه بالاعدام اللي اسمه انس من شويه، قال انا كنت في رابعه وعندي طلقه في الحوض وفي فيديو يثبت ذلك وانا كنت في المستشفى. فواحد كان في رابعه واخد طلقه في الحوض يبقى موجود رقم 19 هو وابوه كانوا الاثنين، ازاي راحوا كرداسه؟ ما هو ده سؤال برضه بيطرح. طيب ازاي راحوا كرداسه يا فندم؟ طب وازاي الجثث اللي كانت طالعه في رابعه والناس على اليوتيوب وكانت بتتحرك في قلب الاجسام؟ جثث بتتحرك فين؟ في قلب الاكفان، في الاكفان نفسها. يعني حضرتك شفت جثث داخل رابعه كانت بتتحرك في الاكفان؟ ايوه يا فندم موجوده على اليوتيوب يا فندم. اه والله لا بصراحه انا ما شفتهاش، انا محتاج اشوفها دي لانه انا اعرف ان كل الجثث كانت بتتحرق في رابعه. شكرا جزيلا. اشكرك شكرا جزيلا. معايا ماجد من لندن، اتفضل يا استاذ ماجد. مساء الخير يا دكتور مصطفى. مساء الفل يا فندم، اتفضل. والله يا فندم انا هتكلم في موضوعين بس. الموضوع الاولاني بسرعه، الطالبه اسماء اللي رجليها سبقتها للجنه، انا من ساعه ما شفت الموضوع ده وانا تعبان جدا يا فندم. انا عايز اقدم لها ان شاء الله يعني تيجي لندن على حسابنا باذن الله، وهتاخد احسن الرعايه ويشوفها احسن دكاتره هنا بروفيشنال، بحيث يعملوا لها ان شاء الله ارتفيشال ليم، يعني هي يعني الساقل الصناعي. هم انا في لندن فيري بروفيشنال، انا والناس اللي موجودين هنا الحمد لله متحملين كل التكاليف ليها. لو تقدر تيجي معاها مرافق ان شاء الله نعمل لها الارينج. والله انا هنا. احنا نبديها بعنينا دكتور مصطفى. دكتور ماجد انا بشكر ليك شخصيا بشكل شخصي. احنا نبديها بعنينا يا دكتور مصطفى. انا بشوفها وافتكرت بنتي حسبي الله ونعم الوكيل وحياه المصحف. لو شفت الضابط اللي عمل فيها كده والمصحف معايا فتنة عقاب، الضابط اللي برتاج اللي عملوا فيها كده والله العظيم معايا فتنة عقاب، اشرب من دمه بايدي والله العظيم ما هسيبه، هيكون طاري بيني وبينه يوم الدين اللي هو يضرب بنته ويقطع رجليها. انا يا فندم انا مصدق ديك الدكتور بتاعتي تليفوني وعنواني هنا في بريطانيا وان شاء الله هنتولاها. استاذ ماجد يعني انا وتيجي يعني انا مقدر شعورك وشعور كل مصري، نفس شعورك يا فندم. دي طبعا حسابها اجراميه، يمسكوا بنت ابوها بحديده يقطعوا رجليها. هقول لك ايه بس، انا مش مصدق النظام. طب ليه السيزون ما راحش زارها في المستشفى زي ما زار الواحده اللي حصل لها التعدي التحرش وراحش جاب لها ورد احمر؟ زي مش دي برضه تعتبر بنته؟ مش دي برضه بنت مصريه ولا ايه؟ ايه الناس دي؟ يا دكتور مصطفى انا برضه انا مش عارف احنا عايشين في غربه في مصر، واحده زي طالبه زي دي تتقطع رجليها عشان ظابط تضربها يا رجاله، ما حرمش تنزل المظاهرات وسايبينه؟ والله العظيم مصر ليه ما فيها رجاله؟ لو رجاله يمسكوه يقطعوا حتت دلوقتي الشغل من دول التحريض بدون التحريض. وشكرا يا دكتور مصطفى. العفو استاذ ماجد، ارجو انه حضرتك تدي تليفونك لاخواننا في كنترول. وشكرا على يعني ما تقدمت به للمواطنه المصريه الطالبة أسماء جمال التي تم بتر ساقها بسبب تعدي ضابط شرطة وبلطجي عليها ويعني هون عليك. نحن مقدرين طبعا مدى التجاوب مع هذه الفتاة المصرية، لكن في النهاية خالص نرجو أن ألا يكون ذلك تحريض على العنف، وأنه في النهاية لأنه أسماء نفسها طالبت أن يكون القصاص من الحاكم العادل ربنا سبحانه وتعالى. معنا مين يا أخوانا؟ عبد العاطي. استاذ عبد العاطي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل يا استاذ عبد العاطي. ايوه يا استاذ مصطفى، يا استاذ مصطفى الله يبارك فيك، انا عايز اقول كلمتين لو تسمح لي الوقت بسرعه كده. احنا بنلف وندور حوالين القضيه كان احنا لا عندنا لا فقه نرجع له ولا قانون نرجع له. القضيه قضيه كرداسه ديت يعني في الشرع تتنزل على باب في الشرع يقول بان البلد إذا كانت في حالة حرج ومرج وحصل قتل فهذا لا قصص فيه، وإنما تكون له دية ولا يعرف القاتل، فإنما تكون له دية من بيت مال المسلمين اللي هو خزانة الدولة يعني. لكن كون أن القاضي يأخذ العاطل بالباطل ولا يرجع لهذا الحكم ولا يفهمه، وموجود الحكم في القانون المصري وطبق مع حسن شحاته لما قتل في ايام مرسي. ولكن لا ياتي واحد يقول لي طب ما هذا يطبق على مبارك. لا، مبارك اول حاجه معروف وعلى مرأى مسمع من الجميع العربيات الشرطه اللي بتدوس الناس واعترافهم هم انهم قتلوا الناس
والناس الذين يقتلون كل يوم برصاص الشرطة صوت وصورة. وكون ان احنا نحاكم مبارك على الكام فرد اللي ماتوا دولي، احنا بنخطأ في حقنا وحق ابنائنا وحق اجيالنا، ان مبارك لا يحاكم على هؤلاء، على هذا العدد. مبارك يحاكم على 30 سنة فساد وظلم وقتل للشعب المصري. شعبنا كله مقتول بسبب مبارك. يا استاذ انا مدرس في السعودية، بيجيني شكاوى كثير من الطلاب، يقول لي يا استاذ زميلي شتمني، قال لك يا ابني، يقول لي قال لي انت مصري، اقول لي يا ابني يا مصري دي شتيمة؟ شوف اصلنا لحد فين، ان كون اللي بس يقال لي مصري هذه شتيم. واحنا بنلاحظ هنا، انا ابقى ماشي بسيارتي في السعوديه، لو حصل مثلا احتكاك بيني وبين اي واحد يبص لك يقول مصري، كان مصري اصبحت شتيمه. والى الان والى اجيال قادمه بنعاني من هذه المشكله. فمصر قتل، مبارك قتل شعب باكمله، ما قتلش الكم واحد اللي كانوا في التحرير ولا هنا ولا هنا. طيب ما هو مفيش، ما هو ما تحكمش بالتهمه السياسيه، تحكم بالتهمه الجنائيه، وفي النهايه خلاص القضاء طلعوا براء. ما احنا كده نستاهل، الشعب المصري يستاهل، وما يزعلش على اللي بيحصل، لان اصلا ديت كانت فوتوشوب مش ثوره. ثوره يبقى لها محاكم ثوريه، وكل قتله يحاكموا حكمات ثوريه، اما جاي يحاكموا على شويه فيلل ولا بتاع ولا مش عارف ايه. شكرا جزيلا استاذ عبد العاطي من السعوديه، شكرا جزيلا. معايا محمد من منين يا اخوانا؟ من بوخارست. تمام استاذ محمد اتفضل. الو استاذ محمد مصطفى. استاذ محمد معانا من رومانيا. ايوه استاذ مصطفى اتفضل يا فندم. اتفضل. الو اتفضل يا استاذ محمد. انت هو الوقت انا كنت عايز اسالك، انا عايز اسال سيادتك سؤال واضح وصريح. ليه انا دلوقتي هم بيقولوا اللي اتقتلوا في كرداسه 12 واحد؟ نعم. يعني ايه المشكله لما كانوا قالوا 15 او 22 او 32؟ طب ما احنا عندنا لما اتقتلوا 15 واحد عساكر، وعملوا 3 ايام حداد للبلد كلها، وطلعت جنازات عسكريه لل 15 عسكري اللي ماتوا في سكينة. طب ما شفناش كده اتعمل في كرداس؟ يعني اشمعنى دول؟ هما دول مش ضباط او عسكريين؟ ودول عسكريين ولا هو كل واحد مثلا مات واحد يقول له بقى 12 بقى 22 بقى 35؟ بس في نقطه، يعني في إيه نقطه كده؟ عاوزين نقول في نقطه بس، عشان يعني رغم حتى اللي داخل المعارض لينا ويا ريت يقول وجهه نظر، لكن داخل شتم هو، يعني لو كان احنا للحقيقه من خلال برنامجنا النهارده والقضيه فعلا في 12 واحد قتل بالاسماء، منهم العقيد محمد جبر، منهم العميد محمد جبر المأمور، والعقيد عمرو عبد المقصود، والنقيب هشام شتا، والملازم اول محمد باسمائهم، دول معاونين المباحث، واربعه من امناء الشرطه، وست مجندين. يعني عاوز اقول لك الواقعه موجوده، لكن القضيه هل دول قتلوا دول ولا دول ما قتلوش دول ولا ايه؟ ولا المتهمين 188 فعلا هم اللي قتلوا؟ انت سعادتك السيسي نفسه قال لك الشرطه مش مدرقه ان هي تفض اعصابات، ممكن بيضربوا ببعض. يعني هم اصلا ما بيعرفوش ياخدوا الاماكن الصحيحه اللي يوجه طلقات النار مظبوط لاي حد. يعني هم تدريباتهم ما تساعدهمش ان هم يفضوا مظاهره. يعني انا احنا برضو عاوزين نقول انه الناس دي اللي ماتت مصريين لهم حق، لكن الناس اللي هيموتوا يا استاذ الرئيس اللي هو بعد الانقلاب هو قال كده. قطع الاتصال. لكن للحقيقه النهارده انه بعض من كتب عن هذه القضيه قالوا ان التحريات باطله ومبنيه على فساد، لانه احمد سعيد الدوح مثلا كان مقبوض عليه في النهضه وتم تقديمه للمحاكمه. ايضا من الحاجات اللي بتتكلم في نفس القضيه قالوا انه عمرو محمد سليمان مقبوض عليه، مكان كان يعني ده عنده عجز شل الاطفال، لما راحوا ياخدوا علاء محمد سليمان اخوه ما لقوهوش، فخدوا عمرو محمد سليمان ودخلوهم الاثنين في القضيه. انه ده كلام المحامي قاله، محامي المتهمين احمد حسن، وقال كمان انه هناك احد المتهمين تم تحرير شهاده من احد ائمه المساجد او خادم المسجد، بان شهاده في الشهر العقاري اللي هو انه هو ما قالش غير اللهم اهلك الظالمين، ولم يحرض على الناس، ولم تاخذ المحكمه بها، رغم ان المحكمه واخده اقوال الراجل ده ان هو، لكن ما خدتش بشهادته ورفضت الناس. يعني طبعا في حاجات كتيره جدا. القضيه الامم المتحده حتى النهارده طلع في بيان طالع بخصوص وبشان هذا الموضوع، موضوع كرداسه،
واستنكار الأحكام الجماعية بالإعدام. 188 مصري سيتم إعدامهم، قتلهم، إزهاق أرواحهم مقابل 12 ماتوا. طبعا دماء دول لابد أن يأتي بحقهم، لكن لابد أن القضية تأخذ وقتها ويتم إعطاء فرصة للمتهمين حتى الوصول إلى القاتل الحقيقي ويقتص منه لدماء المصريين في أي وقت. قضية شائكة، لكن يبدو أنه هناك ستظل هذه القضية مثار جدل. معنا مين يا أخوانا؟ مين؟ أبو شروق من السعودية. أبو شروق تفضل. أهلا 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 الزعمة مبارك يا أخي، حسب برنامج الوكيل يا أخي فيك وفي الإخوان. شكرا شكرا شكرا. اقفلوا عليه اقفلوا عليه اقفلوا عليه، ده احنا ناقصين ناقصين بصراحة. يعني الناس في البيوت زهقت من 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 السفلات بتاعت بعض المتصلين، لكن هنعمل ايه؟ النافذة مستمر غصب عنكم، هنستمر لانه في ناس محترمة بتتكلم. هنتحمل السخافات دي وهنتحمل الشتائم اكراما لهذا المتصل المحترم اللي عنده وجهة نظر حتى لو معارض، لكن كل هذا الكلام مش هيهز شعره منه ولا الهوى. احنا مكملين ونافذة قضية اليوم وصوت الناس، ودي ضريبة العمل بمهنية لانه في النهاية خالص، لكن هنحاول قدر الامكان. لا يحاول يشتم مش هيبقى موجود معانا. معنا مين يا اخوانا؟ طيب نرجع تاني ونقول بعض الحاجات المهمة. انه النهاردة احمد حسن محامي المتهمين كان بيتكلم وقال انه طبعا بالمناسبة في اول امرأة يحكم عليها بالاعدام اللي هي سامية شنن، اعتقد برضو في القضية دي امرأة تم محاكمتها بالاعدام في قضية قتل ضباط الشرطة. وكان في كلام كتير انه اهل كرداسة ثاروا وخرجوا لمحاصرة هذا القسم، وفي النهاية خالص تدخلت بعض الشخصيات مطالبة من ضباط الشرطة زي ما حصل في أقسام كتير أن هم يخرجوا ويتحركوا. البعض قال أنه القسم استغاث بالقوة من كيلو 10، وعلى فكرة تبعد عن كرداسة زي ما التقرير بيقول 5 دقائق، لكن ما حدش جه لغاية ما تم الاعتداء عليهم. بل ان البعض قال انه تم قتل العقيد عامر عبد المقصود رحمه الله من احد البلطجية امام الناس. هذه كل الامور، لكن في النهاية برضو بنقول احنا قدام دم لابد البحث فيه، زي ما الدم كده بتاع المتظاهرين لابد البحث فيه اللي ماتوا في يناير، زي الدم ده حرام، لكن في النهاية يعني نحاول ان نعطي الفرصة للمتهم حتى يثبت حجته إن كان بريء إن كان مدان، ياخد وقته زي ما بيقول. معنا أحسن من شبرا الخيمة. تفضل يا فندم. السلام عليكم، ازيك يا مصطفى؟ يا أهلا وسهلا بيك يا فندم. معلش أنا عاوزك ببالغ طويل شوية، يعني الناس أنا بالي طويل والله تعبان عليها شوية. لا أنا بالي طويل، قصدي حضرتك بالي طويل يا عم أحسن، بالي طويل على الناس. أيوة. اللي هي بتدخل تشتم دي ولا بالي طويل على إيه؟ لا 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 أنا بتكلم على، أنا طبعا ضد أي حد يتصل ويشتم. لا لا خلاص، لأن أمي وأختي قاعدة. أي حد بقى فيما عدا ذلك إحنا بالنا طويل وفتحين ومعاك الميكروفون، قول يا عم أحسن. معلش معلش إحنا بنتكلم النهاردة، يعني في كده عندنا حكمة وكان مثل بيقوله زمان، أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما. نعم. وابغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. تمام. أنا شايف إن الإعلام كله إن كان مؤيد أو معارض، إن كان مؤيد للحكومة المصرية الحالية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أو ما يسمى بالمؤيدين لما يسمى بالشرعية، الاثنين الخطاب فيهم لا يخلو من السباب. الاثنين. تمام. معلش يعني أنا بتكلم، أنا بتفرج على حضرتك وبتفرج على القنوات المصرية وبتفرج على القنوات اللي بتبث من بره، الاثنين بيسبوا ويلعنوا، مش في بيسبوا ويلعنوا في مصر. لدرجه الناس كرهت. بس احنا هنا في صوت الناس وقضيه اليوم لا نسمح ابدا بهذا السباب ايا كان. يا استاذ مصطفى، ما انت كلمه انقلاب برضو في ناس حاسه انها بتزعل، انقلاب من السباب في ناس بتحس، وكلمه اللي يطلع يقول فوتوشوب ناس بتزعل زي ما الناس بتزعل. لا بص حضرتك، بص يا استاذ احسن، في فرق
هناك في فرق، السباب معروف والشتائم معروفة والنيل والتجريح من الناس معروف، لكن عندما يتحدث واحد انه شاف مش عارف ايه فوتوشوب هو حر، ده رأيه. النهاردة لما واحد يقول لك انقلاب، اه فعلا كل العالم يتحدث ان ما حصل انقلاب. لا لا لا، من وجهة نظرك لا لا لا، من وجهة نظر العالم وكل كل. لا 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 يا سيد الفاضل، انا من العالم، انا موجود في مصر. ما انت موجود في مصر، في مصر انت شايف، انت مؤيد لما حدث في 3/7 وترى انه ليس انقلاب. أيوة. لكن العالم، انا من وجهه نظري، بص انا من وجهه نظري مش بتكلم عن نفسي، عني وعن جزء كبير من اصحابي، تمام، ان مفيش القصه دي. ومصر انت حضرتك، انا يا استاذ احسن، انا لا اتحدث عنك ولا عني، انا ليس لي راي، ولكن اتحدث عن كل العالم الذي يرى مصر من الخارج يرى انه انقلاب. مصر مش سودة كده زي ما انتم شايفينها. لا هي مش سودة، مين قال انها سودة؟ مصر مش سودة، مصر جميله باهلها وناسها، بس احنا في النهايه احنا بنتكلم بتوصيف حالة سياسية موجودة. ما حدث في مصر بشهادة كل العالم انقلاب، كون بقى العالم يتعايش معاه مع امر واقع ده موضوع تاني، لكن ما حدث ان وزير الدفاع، يعني وزير الدفاع قام بانقلاب على رئيس الجمهورية المنتخب. ليه الاعلام عندك يا استاذ مصطفى ما يتكلمش، ما يجيبش برضو لمحات من الحاجات الحلوه اللي بتحصل في مصر؟ ده احنا ما فيش اجمل، يعني عاوز اقول لحضرتك حاجه، بتطلع وتشتم. لا لا بص، دي واحده يا استاذ مصطفى. اتفضل مصطفى، انا شاحن مختصر اكلم حضرتك، معلش. وانا عاوز اسمع حضرتك والله. تمام. ليه الاعلام، يعني انتوا كقناه ليكوا بقى مشاهدين كتير محدش ينكر، تمام، ليه ما يبقاش في تبادل لوجهه نظر متوسطه ماسكه بين الاثنين؟ والله احنا الاعلام يا استاذ احسن كامل. يا استاذ احسن، انت حضرتك سالتني سؤال مباشر اهوت، احنا في مرحله ما بين الطرفين، لا ننحاز الى طرف ولا الى اخر، وحضرتك معانا. لكن انا بعد اذن حضرتك، بعد انت راجل محترم، ربنا يكرمك، راجل محترم. فضل. وانا بحترمك، تمام، استاذ محترم. التوجه السيء للقناه، مش عاوز اقول لحضرتك، انا عمري ما هطلع واشتم في التلفزيون وامي واختي بتسمعني، بس اقول لك على حاجه، والله ناس كتير جدا بتقعد تشتم في القناه بسبب الراي اللي بيتقال، اللي احنا قلناه. يعني يا استاذ احسن، يعني يا استاذ احسن، انا اتحدث عن قضيه اليوم، ما يعني مع احترام الشديد، قبل ما اقول المتهمين قلت اسئله ان اليوم مصطفى، خلاص انا هتكلم في قضيه اليوم بالنسبه للاحكام اللي صدرت النهارده. انت حضرتك المشهد اللي انت شفته ده مفيش ابشع منه، ان حد ميت يتقيم عليه ميت نار، والله لو كافر ما هيحصل فيه كده. ده حقيقي، كافر صرف النظر، ده حقيقي ما حدش يختلف معاك مع الاحكام. يا استاذ مصطفى سيبنا اكمل كلامي، ما انا بقول لك اهو، مع الاحكام، الناس اللي حرضت، مجرد ان انت واقف وبتصور مشهد زي ده انت مشارك فيه، مجرد انت واقف وما زقتش واحد تقول له، وانت عارفه، واحنا بنقول ان كرداسه دي زيها زي سوبر الخيمه، الناس كلها عارفه بعض، لما انا اشوف محمد او مصطفى واقول له خلاص ما تعملش كده عمره ما كان هيمشي في خناقه. طب ما هو السؤال يا استاذ احسن، السؤال الذي يفرض نفسه، النهارده هناك قاتل لابد من القصاص منه، لكن 188 منهم ناس موجود. خليني بس، انا اللي حضرتك الطرف الثاني مش موجود، 188 واحد منهم ناس. القاتل ما نصور، لا لا بص، لا لا، القاتل ما نصور ازاي؟ القاتل ما نصور ازاي؟ القاتل ما نصور ازاي؟ يعني النهارده سؤال، طب ما النهارده عندك الناس اللي ماتوا في يناير، في يناير يا سيبك، الناس اللي ماتوا في يناير هناك اللي صورهم، والناس اللي ماتوا في رابعه اللي صورهم. لا لا بص حضرتك، خلينا نتكلم بمنطق القانون. القانون من قتل مع سبق الإصرار والترصد، ده القانون بيقول كده، يعدم. لكن النهارده ناس كانت في رابعه، وناس كانت مش عارف فين، وناس يعني لابد من البحث عن الحقيقه، لانه دماء المصريين حرام ايا كان. وفي نفس الوقت التحرص، لانه في النهايه لدينا ابرياء من الممكن ان يتم محاكمتهم بالخطا ويذهبوا، يعني تذهب ارواحهم ظلما وعدوانا. دي كانت كل الآراء، أنا بشكر حضرتك أحسن، أشكر لمن كان معنا، وأعتذر بشدة لكل مشاهدين عن هذا اللفظ الذي خرج من أحد الغير عقلاء، وإحنا معلش إحنا مكملين دايما حتى لو دائم. شكرا جزيلا، السلام عليكم ورحمة الله.